نساء أوسكار استوديو السعادية لا نزال في طلوزية. هيك النوابلسي بيقولوا طلوزية مش طلوزة. نحن في طلوزة. يعني جولتنا اليوم في طلوزة. ما شاء الله الزيتون مكتوف. هاي مدرسة طلوزة. لا هيهم بنظفوا ما شاء الله، هاي بيحرقوا. مبينة مدرسة. طيب شو كاتبين عليها؟ بنات طلوزة الثانوية. صرم الكاميرا هذه وقعت، حسدناها وقعت عن الطاولة انكسرت العدسة فعلى الطرف ببين مشحة. لا والله مغبشنت فيه. روضة أطفال طلوزة جنة. شايف التين كيف كله أخضر هون؟ لاحظين أنتو؟ الأرض كلها مية. شوف شجر هون. لا 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 مبينة من هنا. ها سباستن اللي فيها لا ترى رحنا عليها بس في الليل والله المغرب. برضو لا نزال في شوارعها وشوارعها. شايف انت احسن من شوارع حوارة. منظمة يعني نزابلها احسن من اللي بحوارة. شايف فيش فيها حفر. طلع الطريق شفت يمها ناس بفهموا. شوف والله يا سلام على هيك مناظر. الفاتحة إلى روح أرواح من في هذه التربة من طلوزة. وإذا في حدا من برا من غير طلوزة برضو عليه الرحمة العافية. بالله البلد هاي اللي هنا شو اسمها؟ هاي طلوزة بس في بلد هناك يصيد. يصيد أهلا وسهلا بيه. شوف الصبر شوف. إحنا من حوارة. أهلا وسهلا. بدي أسألك عن أستاذ عنا علمنا في حوارة. يوسف جمعة. هذا جاز عمتي. والنعم. وياك الله. بعده طيب؟ لساته ساكن بسكان رجيب. بعرف. هذا علمنا في الخمسينات. حياك الله جاز عمتي هذا. وهلا في سكان رجيب. استاذ يوسف. يوسف جمعة. غسان. كان مدرس رياضيات. واشتغل فترة في 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 التربية والتعليم. ايوه وصار مفتش في التربية. التربية والتعليم. انا شفته من 4-5 سنين. اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا. من حوارة. كل بتشوفه؟ صحيح. في معك تلفونه؟ صحيح. الله. نسجل تلفوني الأستاذنا يوسف جمعة من طلوزة.